هنسألك يا هلا في الأول أسئلة سريعة جدا بإجابات سريعة، إيه رأيكم فيه؟ يلا بينا. يلا تبتدي بإيه؟ احنا محضرين أنا وسير مجموعة أسئلة سريعة على كل برج، يعني احنا نسأل لبرج برج أسئلة مختلفة. معاكم. يعني أجمل صفة لبرج الثور؟ قوة شخصيته. إيه اللي يسعد برج الحمل؟ النجاح بكل أنواعه. أكتر حاجة بيخاف منها الحوت؟ الفراق. مين بيبكي العقرب؟ مفيش. طب العقرب لا يبكي. إحساس بيكره السرطان؟ الخذلان. صح. أسوأ صفة لبرج الميزان؟ ما بيشوفش نفسه غلطان أبدا. أكيد. الرفيق والصديق المناسب للجوزاء؟ القوس. أسوأ رفيق للعذراء؟ القوس. القوس أسوأ رفيق للعذراء؟ طب حاجة تعصب القوس؟ اللف والدوران. حاجة لا يتنازل عنها الأسد؟ كرامته. حاجة تغضب وتوتر الدلو؟ التحكم والقيود والأوامر. حاجة لا يستسلم لها الجد؟ الفشل. حاجة مستحيل يعملها الحمل؟ إنه يتذل لحد أو يمد إيده لحد. حاجة لا يقبلها الطور؟ الأوامر. طب حلو ده. حاجة يرفضها الجوزاء؟ الأوامر. حاجة تحبط السرطان. حاجة تحبط السرطان. نكران الجميل. أيوة. حاجة تجرح العذراء. الرفض. إن حد يرفضه، إحساسه إن حد بيرفضه أو يتجاهله بيتجرح. طب أسوأ عدو للأسف. العقرب. ليه؟ متفقين ما نقولش ليه بس ليه؟ ما بيتفقوش خالص، التربيع اللي بينهم بيخلي الأسد والعقرب أقوياء قوي قدام بعض، فالمركب اللي ليها رئيسين بتغرق، أسد مع عقرب. إيه اللي بيقلق الدلو؟ أولاده ومستقبلهم. حاجة بيرفضها الميزان؟ الظلم. حاجة بيحبها الميزان؟ السلام. مين أكتر الأبراج اللي بتحب الفلوس؟ كلنا بنحب الفلوس بس الدرجات. أنا كلنا نحب القمر والقمر يحب مين؟ الفلوس. سؤال سهير، مين أكتر أبراج بيحب الفلوس؟ مش اللي هو الطماع أو لا بيحبها. بصي، أكتر برج بيحب الفلوس الثور. الثور ليه؟ هو أصلا موقعه في الاتناشر برج البيت التاني، بيت المال، فهو بطبيعته محب للمال. تاني واحد العذراء، ثالث واحد الجدي، بس على رأس القائمة أكثر التور. الأبراج المحبة للمال، لأن هي في الزودياك وفي دايرة البروج هو المال. دي كده الأبراج الترابية. المال ده حاجة زي ألماظة، زي فطرية على فكرة. هي كده. أنا عايزة أقول بس حاجة يا سوس، هو إحنا الأبراج دي بتاخد صفاتها منين؟ يعني أنت واخدة صفاتك منين؟ أولاً هي دي الصفات الترابية، الثلاثة اللي أنت قلتيهم ترابيين. فكل واحد يعني مثلا الأبراج الترابية واخدة صفاتها، أولاً كلنا واخدين صفاتنا من الوراثة والنشأة والتربية والثقافة، دي أول حاجة احنا بناخد صفاتنا، مش أول حاجة الأبراج طبعا. يعني احنا كلنا بناخد صفاتنا من العوامل الوراثية، شبه مامتك شبه باباكي، جيناتك. تاني حاجة المجتمع اللي انت اتنشأتي فيه، ثقافة المجتمع ده. تالت حاجة الصفاتك اللي علم الفلك بيحددها لك. أول حاجة في علم الفلك، انت ترابية ولا مائية ولا هوائية ولا نارية؟ فلو انت ترابية بتاخدي صفات التراب، مش انك متربه، انت صفات التراب انك ثابته وارض سوخ. مش ما اصل يقول لك انا بتاخد تراب، مش مائيه انا مبلوله، لا مائيه يعني عميقه. تراب مش متربه، تراب يعني ثابته وواقفه وصلبه وعميقه. فبتلاقي كل الترابيين الثلاثه واقفين على ارض صلبه، مالكين زمام امور، عمليين. بيحب فالميه زي ما قلت لك، هو مش مائي يعني مائي، يقول لك انت برج مائي فيضحك يقول لك وانا مبلول، لا انت برج مائي يعني عميق يعني حساس. ابسط العناصر الحياتيه واكثرها تاثرا وتحولا، يعني الميه بتتحول لتلج، بتتحول لبخار. فبرضه السرطان بيتحول، العقرب بيتحول، الحوت بيتحول، لان الثلاثه دول مائيين فبيتحولوا ويتقلبوا تقلب الماء. فهمتوا ازاي بقى؟ اكتر برج بيخطط بشكل صحيح، بشكل صحيح ودقيق هندسي يعني. استاذ العذراء ده المخطط الاكبر لانهم ابناء عطارد. الجوزاء بيخطط بشكل كويس جدا.
الميزان بيخطط بشكل كويس جدا، الجدي بيخطط بشكل كويس جدا. يبقى اربعه عذراء وجوزاء وميزان وجدي. برجنا يعني ده سوري ده اللي هو عطارد ميركوري ده كوكب التخطيط. فكوكب التخطيط ده بيحكم الجوزاء والعذراء، فدول اكتر ناس مخططين، ومعاهم الميزان بارع جدا جدا في التخطيط، ومعاهم الجدي. طب على العكس بقى مين اكتر ابراج عشوائيه فوضويه؟ بلاقي القوس فوضوي وعشوائي شويه. بلاقي الحمل شويه ايقاعه سريع، فبيحب ينجز 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 بسرعه، فهو لسه هخطط لسه هرسم فنعملها كده، فاول ما تطلع في دماغه فكره عايز ينفذها، طب ما نقعد نعمل دراسه جدوى ونقعد نخطط ونقعد نرتب، هو ايقاعه سريع. فانا بشوف ان القوس والحمل ممكن يعملوا خطط بدون قصص بدون تخطيط. اكتر برج بيحب يكون رقم واحد في كل حاجه. كل الابراج عايزه تكون رقم واحد، كل الابراج عندها الحته. بس في اكيد الأسد. درجات معينه. في حاجه يعني في حد كانوا مرضي الاسد والعقرب، الاثنين دول لو احنا اكترهم، هو خلينا بس نقول حاجه ان كلنا عايزين نكون رقم واحد في الحته اللي احنا بنعملها. بس مش شغله دماغنا، لا انا بتكلم بقى على اللي هو نايم واكل شارب، هو عايز يبقى رقم واحد. يعني الاسد والعقرب طول الوقت عايزين يبقوا الافضل والاوحد. ملوك في نفسهم، الاول والافضل والاوحد. ليه؟ لان طبيعتك انت يا اسد واخد صفات الاسد وناري، فانت حابب دايما ان انت تكون المتوهج الظاهر الباين، الحاجه اللي بشتغل فيها دي لازم انا اكتر واحد يتقال عني ان انا ناجح. والعقرب طبعا العقرب بيحكمه كوكبين، فهو عنده جنون العظمه، بس العقرب اكتر حد في الثلاثه المائيين مختلف عنهم، لان الوحيد اللي بيحكمه كوكبين، كل واحد فيهم بيحكمه كوكب واحد. العقرب بقى عنده فرض السيطره وفرض الراي، وحتى لو ما حسش ان العقرب ان هو كلامه بيمشي هينفذها بالمناورات. يعني مثلا يعني هيمشي هيمشي هيمشي. بصي بقى بخطه بمناورة بخطة. العقرب قوي يا جماعه، فكلامه هيمشي، فلازم انا اكون انا اللي امر الناس. بس دي حاجات متعبه لاصحاب الابراج دي، لشريك الابراج دي ولنفسهم. لا مش متعبه لنفسهم، لان هو في الاخر بيحقق مراده، نايم على في اخر اليوم انا كلامي مشي، لكن انت بتجهد اللي معاك اللي هو قاعد انت برضه مشيت اللي في بالك. الشريك العقرب هو اللي بيتعب مش العقرب. العقرب في الاخر كلامه بيمشي، او الشركاء اللي يعني بيعاشر هو اللي بيعاشر العقرب هو اللي بيتعب. مين البرج اللي بيلتزم وبيفي بوعده؟ يعني انا والوفاء والوعد. لا ما يرجعش في كلامه ابدا. الاسد، الثور، العقرب بيوفي بوعده. الثلاثه دول اكتر حد بيوفي بوعده. طب والسرطان، الاسد والثور والعقرب والسرطان، دول الوفاء والالتزام بالعهد. اديتك كلمه على رقبتي هعملها لك. طب مين ولو بعد حين يعني. مين اكتر الابراج اللي بيعتمد عليهم؟ خلاص طالما ده من برج كذا اعرفي ان انا هعتمد عليه. الجدي والعذراء والثور. جدي وعذراء والثور الثلاثة الترابيين اعتمد عليهم في اي حاجه، يعتمد عليهم وهو كمان بيعتمد على نفسه جدا جدا. ترابيتهم وصلابيتهم واعتمادهم على نفسهم، وان انا اقدر اعمل لوحدي، انا مش محتاج حد معايا، فتقدري تشيليه وهو يشيل. بس متهيألي في ابراج تانية. بس انت عايزه اكتر حد، انت عايزه اكتر حد. يعني انت قلت اكتر ثلاثه، لو قلنا اكتر خمسه البست 3 لا عايزاه خمسه. اللي برضو بيعتمد على نفسه ويعتمد عليه الجدي، احنا قلنا الجدي والثور والعذراء والاسد قوي جدا جدا، والحمل. الحمل بقى مظلوم في حته ان هو ما تقولوش ما تخلوش يعمل حاجه، لا هو مظلوم في دي، لان الحمل دايما بيحب يثبت كفاءته، لما بيدخل في حته لازم اثبت اني قدها وقدود، فتقدري تشيليه حاجه وتعتمدي عليه في حاجه. طب مين اكتر الابراج فتانه؟ اللي كلامها كتير. فتانه مين؟ اسكت يا عاطف. اسكت يا عاطف. اللي كلامها كتير بقى، يعني اللي كلامه كتير الجوزاء، اللي كلامه كتير القوس، اللي كلامه كتير برضو الدلو. مش بالضروره فتانين، هو ممكن يقعوا بالكلام. يقولها يقعوا بالبلاش فتانين. الموضوع يعني فتان يعني قرر ان هو يفتن على حد. يعني الابراج ما تورطنيش يا مفيدة. لا اصلا مش احنا مش قصدينا، احنا ما بنتكلم على اشخاص، احنا بنتكلم على الابراج اللي بتحفظ السر. اكتر ابراج بتحفظ السر. غامض وكتوم وكاتم للاسرار، وقولي له الحاجه خلاص ما طلعتش. العقرب اكتر الابراج الكتومه والكاتمه للاسرار. وبشوف كمان ان السرطان لما بتامني على حاجه للناس الغامض، والحوت، الثلاثه الميه العميقين دول مش سهل ان تسحبي منهم كلام. طيب لو قلنا ايه اكتر برج
ما بيفرقش معايا كلام الناس، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، وبعمل اللي في دماغي. الجوزاء، قوس، دلو، ميزان. جوزاء وقوس ودلو وميزان، ليه بقى؟ هم طب جوزاء وقوس ناريين. لا جوزاء مش ناري، جوزاء هوائي. الجوزاء والميزان والدلو اللي قلناهم دول هوائيين. هو انا ما فيش قيود، ما تقيدنيش، انا بعمل اللي انا عايزه، انا طير في السماء. انا بعمل كده عاجبك او مش عاجبك. فهوائيتهم دايما الهوائيين كده، ومعاهم قوس جامد وقوس ناري. فالناري مع الثلاثه الهوائيين يمكن نفس الموضوع في الناريين التانيين، بس احنا لو بنقول اكتر حد هم الاربعه دول، لو هزود عليهم اتنين كمان هيبقى الحمل والاسد.